السلام عليكم. رسميا شركة الانستغرام اتاحت امكانية تحميل فيديوهات الريدز بالانستغرام من داخل برنامج الانستغرام بدون اي برامج خارجية. لو شفت اي فيديو ريدز تبي تحمله اضغط علامة الشير اللي تحت على اليمين وراح يكون عندك خيار جديد تحت اسمه داونلود. لو ضغطت عليه راح يحمل عندك الفيديو بالبوم الكاميرا، ولكن الفيديو راح يكون فيه فوق على اليمين وتحت على اليسار شعار الانستغرام. بس طبعا بالبداية لازم صاحب الحساب يكون مفعل خيار التحميل، والحين بعلمكم شلون تفعلونه. اول شيء راح تدخل على حسابك، بعدين تضغط ثلاث خطوط اللي فوق على اليمين وتضغط على خيار السيتنجز، بعدين راح تنزل تحت تضغط على خيار شيرنج اند ريميكسز، بعدين راح تنزل تحت راح يكون عندك خيار اسمه allow people to download your reels، راح تفعل الخيار. والحين اي شخص يشوف فيديوهات الريدز الخاصه فيك لو ضغط علامه الشير اللي على اليمين راح يكون عندك خيار الداونلود ويقدر يحفظ الفيديو عنده بالبوم الكاميرا. وبس والله فاهم الله.